بالنسبة للمحاضرة الثالثة اللي هي الاستراليزيشن، ما راح نطلب من عندكم هواية بيها، بس لازم تعرف ان الاستراليزيشن مهم، لان احنا دائما contaminated area، لان انت بتاتش ويا البودي فلويد اللي هي سلايفة، تاتش ويا بلاد، فالانسترومنت اللي تستخدمها راح تكون دائما او غالبا contaminated. فبالنسبة للاستراليزيشن جدا مهم. اريد تعرف لي شنو تعريف الاستراليزيشن؟ وشنو تعريف الديسينفكشن بصورة عامة؟ شنو تعريف الانتسبتيس؟ والميثود مال الاستراليزيشن؟ تحفظ لي التعداد مال الميثود مال الاستراليزيشن. ولازم تعرف احنا بالنسبة للأسنان لازم اكو اوتوكليف، يعني الاستراليزيشن غالبا ما يكون بالاوتوكليف. الاوتوكليف هو الوحيد اللي ممكن يسوي ديث للفيروسز اند بكتيريا. اللي راح تتلوث بيها الدنتال انسترومنتس. اوكي، الاوتوكليف اللي هو ستيم برشر، ستيم هوت ستيم اندر برشر، يعني بخار الماء اللي مضغوط، نفس فكرة خلينا نقول قدر الضغط. ستيم اللي هو بخار، اوف ووتر اندر برشر، فراح ممكن يسوي لنا رابتشر بالسيل وول مال البكتيريا، يسوي لنا ديث بالفيروسز. شغلة ثانية لازم تهتم بيها أثناء الدنتال بروسيجر، ممكن تتعرض إلى نيدلستيك، أو نقول ممكن تنجرح ايدك بوحدة من الادوات اللي هي شارب هاند انسترومنتس. طبعا اكيد هاي الادوات ملوثة بالبيشنت فلويد، سواء سلايفا او بلاد. ما يصير عندك نيدل ستيك، يعني خلينا نقول يضربك النيدل مال الانستيزيا بصبعك، تروح جوا المي، تخلي اصبعك لمده 5 دقائق الى 10 دقائق، وتضغط على المكان فوق المكان اللي صار بيستك لحد ما تحس انه طلع البلاط. تظل ضاغط لمده 5 دقائق الى 10 دقائق، بعدين تغسل ايدك بكحول او اني ماتيريال موجوده فور ستيلايزيشن ان يور كلينك. اوكي، المفروض تاخذ انتبايتك همين بعد ما يصير عندك النيدل ستيك. شغلة ثالثة هم لازم نفهمها، احنا معرضين للفيروسز. واحد من الفيروسز المهمة اللي ممكن تنتقل لطبيب الأسنان اللي هي الهيباتيتس فيروس. فالمفروض انتو صف ثالث تروحون تاخذون فاكسين مال الهيباتيتس. طبعا هي تايبين من الهيباتيتس اللي هي تايب A وتايب B، فراح يكون على 3 جرعات. الجرعة الأولى تاخذها بعدين ورا شهر تاخذ الجرعة الثانية، والجرعة الثالثة بعد 6 شهر. نسميها فاكسينز فور هيباتيتس. أقرب مركز صحي قريب عليك ممكن تاخذ الفاكسين من عندهم. تروح تقول لهم اني طالب طب اسنان وارد اخذ فاكسين مال الهيباتيتس، فتاخذ الفاكسين مال الهيباتيتس. بالنسبه للمحاضره مال الديسانفكشن،
تعتبر المحاضرة الثانية والثالثة أكثرها تعداد، ما راح تكون مطلوبة من عندك كل تفاصيلها. أوكي؟